شيش يا هلا وقتي يقول دي النتيجة على الابواب يقعد حتى عشان ربنا يكرمك يا عم فاكس كلها محصلة بعضها الو ايوه يا ابني مش عارف انا النتيجة ما طلعتش ايه النتيجة ظهرت ايه كلنا فوق 99 ايه الحمد لله مبروك الو عم 70% ايه ايوه بقى قعدت راجل تلف 100 100 100 100 واد يا حودة حاجة ساعة على الرجال عشان نجاحنا وغيرنا حاجة مبروك يا عم لا 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 ايه ده احبك انا وانت قريب حبيبي فرحان عليه ياض يا فاشل يا عم انا هخش شرطه وانا حاطط رجل على رجل يلا يا فاشل سيبكم منها يا جدعان ندخل الطب لا يا عم طب مين ما نخش صيدله ولا اسنان يا عم طب من بقى الله ده ايه يا جدعان احنا نخش طب انت هتبقى دكتور في ام الدنيا هتبقى قد الدنيا يا عمي احنا هندخل طب يا جماعه مش عشان شهره لا ولا فلوس احنا هندخل طب عشان الناس الغلابه نعالج ألمهم نمنع عطر يا عم فلوس فكروا في فلوس انت بت ايه يا عم خليكم فاكرين الطب ده مهنه سامه سامه يا جدعان دلوقتي مع أول محاضرة في كلية الطب. Okay, this is a tutorial on the shoulder girdle. So the shoulder girdle consists of the scapula at the back and the clavicle anteriorly. So the shoulder girdle is also referred to as the pectoral girdle, and it, together with the proximal part of the humerus, it makes up the bony framework of the shoulder. So in this tutorial I'll talk about some aspects of the shoulder girdle, so talk about the clavicle and the scapula. So the clavicle is this long bone here which connects the scapula and the maneuver of the sternum at the abdomen. So immediately عبرنا يا عم يا عم الدكتورة عايز ايه؟ وريني بس الحتتين اللي فاتوا دول فاتوني مع الحتش اكتبهم قابل يا عم ده كلام لي كل كلمة ايه الدكتور كح كحة كحة يا اخي امسحها صحة كح يا عم امسح يا عم شكله حافظ مش فاهم خد يا برنس وتشكريه اهو الدكتور خلص يا عم شرحه اهو شايف الواد اللي قدام ده شرح هيجيب من الاخر تعالى كده مش عايز اتنط المحاضرة دي كده زي يا دكتور ستوكينج اباوت ذا اناتومي اوف ذا ابر ليمب ها انت كده لو عبده ده بس ضاعت خلاص يلا ايه ده يلا عالجوستا ولا مدعي اصحى يا صلاح محمد صلاح محمد
شوية كله هيشوف. لا يا عم ارجع ورا هتخبطنا كلنا. بص عيلة بص عيلة ارجع ورا يا عم. لا يا عم كده شيلك احسن. لا وينفع بص عيلة بص بليز ستوب ذا شيت. ده نفس علينا يا كابتن. بص عيلة بص عيلة بص عيلة عايز اشوف يالا. بص عيلة بص عيلة مع امتحان الشفوي اخر السنه. مهندس ما خدش هندسه ليه يا حماد؟ ماما عايزينك يا دكتور. دكتور ماشي. ازيك يا دكتور عبد الرحمن؟ ازيك يا دكتور احمد؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ نبدا الامتحان بقى. نبدا بقى ان شاء الله. محمد الجرابلي يا عم اللي عامله. اهلا ازيك يا حماد؟ ازيك يا حماد؟ اخبارك؟ اتفضل يا دكتور عبد الرحمن اساله. لا طبعا ما يصحش. ازاي يا دكتور؟ اتفضل. الناس تقول ايه؟ لا لا صح. طيب بص يا محمد، هو سؤال بسيط وان شاء الله هتجاوب. القلب في اليمين ولا في الشمال؟ ازاي في الحقوق ده؟ مالها يا اخي مش كده يا دكتور عبد الرحمن؟ الولد شاطر. يعني اسيب لك الولد؟ اسيب لك الولد سوده في وشه خالص؟ الولد شاطر بس هو يركز. شاطر لمين؟ هيطلع لمين شاطر؟ قول لي انت. السؤال صعب يا محمد بس انت هتجاوب. I think في الشمال. شاطر شاطر. اه قلب يا دكتور. شاطر مبروك يا محمد. يلا شكرا. اللي بعد محمد الجنادي. اهلا اهلا. ازيك يا محمد؟ اقعد يا ولد اقعد يا محمد ما تخافش. ازيك محمد عامل ايه؟ ازيك يا عم؟ الحمد لله. بص يا محمد، هو سؤال واحد وانت شاطر. كم شهرا يستغرق الحمل الطبيعي؟ ايه ده بقى كده؟ ايه هو انت عشان خلاص ابنك عدى؟ ابن عدى ايه؟ ينفع كده؟ انا ما رضيتش اساله سؤال سهل. الناس تقول تتكوس. هيقولوا يقولوه. لا 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 هو الواد شاطر. لا لا يا محمد ركز يا محمد وبالراحه. بالراحه بالراحه فكر بالراحه. طب ينفع استخدم التليفون؟ هو طبعا ما ينفعش.
بس ماشي يلا بسرعة بس بسرعة. نكلم مين؟ نكلم مين؟ هو الواد شاطر. الواد ده غير مستحيل. انت بس اديله فرصته هو شاطر. لا لا هيجاوب. الواد ده دحيح بس مش هيقول برضه. ايوه هو ده الواد ده جدع. الو؟ ايوه يا ابني. الواد شاطر. ابويا مش حد غريب تخيل؟ قاعد اذاكر طول الليل من الجلده للجلده ويقول لي كم يستغرق الحمل الطبيعي؟ تخيل ده سؤال. عارف انت الاجابه؟ 10؟ لا 8؟ لا برضو. اللي بعدها اللي بعدها اه ماشي تمام تمام ماشي. شوفك بلا القهوه بقى. سلام سلام سلام. عرفت الاجابه؟ اللي بعدها. هو ايه اللي بعدها؟ اللي بعد 8 9 يعني؟ اه طبعا 9 يعني. صح يا دكتور صح. يلا مبروك يا محمد. شكرا. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ قلت لي بابا مهندس. ايه؟ اه مهندس. وماما مدرسة. كمان مدرسة؟ اه مدرسة. وعايز تطلع دكتور. اه دكتور عشان اعالج الناس. تعالى 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 تعالى. مذاكر والله مخلص من اولها. مذاكر. ركز في السؤال اللي جاي. اتفضل يا دكتور. لاعب عدو 100 متر يزداد معدل نبضات قلبه 3 اضعاف المعدل الطبيعي كل 5 متر. ايه ده يا دكتور؟ احسب ضغط دمه في المتر ال 17 علما بان اللاعب يعاني من ضيق تنفس واشتباه في ازمه شعبيه. وخلي بالك نزل الملعب من غير ما يقول للمدرب بتاعه. ما تجاوب. مش عايز تطلع دكتور؟ ايه ده يا دكتور؟ بلاش جاوب السؤال ده. اتفضل. ايه الفرق بين عمليه القلب المفتوح والمقفول والمتوارب؟ متوارب؟ اه. ما تجاوب يا حماده. مش عايز تبقى دكتور؟ اه. جاوب. ايه الفرق بينك وبين الحمار دلوقتي؟ الفرق بيني وبين الحمار؟ اه. ايه؟ المكتب اهو. يلا يا مسافرين في البيت ملا 70.
واحد شاي حودة تشكر حودة هات ابوك يا عبد الله يكرمك وصلنا واحد شاي ودي يا حوده واحد شاي للباش مهندس قابل يا عم 6 سنين في الكليه وما تعلمناش اي حاجه ودي يا عم كمان بكره الامتياز واحنا بلع عاجبك كده ابو رحمه خفش يا غراب بكره هتعلم كل حاجه لسه معانا وقت كتير يا جدعان وما تخافوش لسه في امل انا اللي دبها دلوقتي مع ليلة هادية من ليالي سنة الامتياز شاهد يا ابني شاهد كويس شاهد حياتي بصراحة يا تابوه شوف كده وريني كده
بعد ما الدكتور استلم تكليفه في وحدة سفنهس العرس. يا دكتور، دكتور أحمد جه، دكتور أحمد جه، مرحبا. زي ديتي ده كانت يمين ولا شمال؟
رب ما يسالنيش يا رب. يا دكتور هي كانت فين ازاي؟ هي بتعمل لك فين يا دكتور؟ خليها على الله، يمين شمال يلا. ما تخافش دكتور. البنج فين؟ ده هيكون نايم نفسه. لا ما تخافش، بيخلص شاي وجاي. شاي ما تيلا يا دكتور، شكلها من اسهل دماغنا كلنا. طيب كوز بالجوز اديك تعمل اراجوز، اديك بالكوز بالجوز اديك تعمل اراجوز، اديك بتدين في الواوا اديك وحدك احلاوة، اديك بتدين في الواوا اديك وحدك احلاوة، اديك في الدم بلازما اديك بخف الازمة، اديك في الدم بلازما اديك بخف الازمة، اديك في العظم دعامة وتعوم من غير عوالة، اديك في العظم دعامة وتعوم من غير عوالة. انا جيت بسم الله عليك يا نجم النجوم، ده انت اي حاجة بتشوفها في طريقك بتشيلها. ايه؟ بتشيلها ايه؟ ما تخافش يا حاج، ده بيهزروا بيهزروا. ايوه كده، اقول كده، انا فكرت انه بيشيلها. ما تخافش. ايوه. ما تيلا يا دكتور. يا عم عبقري، بتعمل ده كله؟ ثواني يا باشا. وانا هشهيصك. هشهيصك بسرعة. اخبط دي وادعيلي. ماشي. ايوه ايوه اهو بقى زي الفسيخه قدامك. وريني بقى كمان ماتشاتك بسرعه كده قبل ما العب دورين كاندي كراش. هو ده اللي انت فالح فيه؟ يلا يا دكتور. مين المشرق كده؟ مشرق؟ خد مشرق ده. فتحه كانت يمين ولا شمال؟ يمين ولا شمال؟ يلا افتح ونضرب واحد. اديني كده بص. شوف يا ابني الكتاب كده عجبته معايا. هات كده. ايوه اهو. شوف الدهه دي فعلا مصيبه. افتح افتح. الصفحه اللي بعديها. ارجع ورا تاني. هدي تاني. مش دي؟ ايوه بقى اهو. بص اهو اخر صفحه. ايه؟ انزل الجزء الثاني. جبت الكتاب الثاني؟ مذاكر ذاكر من زمان. وبعدين؟ اما تقفل علي هو خلاص. دور. استنى اكلم حد؟ كلم. بس ده كويس، هكلمه؟ كلمه حد فاهم. يمكن. الو صباح زمر، عامل ايه؟ عامل ايه ازاي ده؟ انت فاهم؟ جبت معايا الكتاب الاولاني بس. ركز معايا كده عشان نخلص. ايوه بو ايوه الكبد اهو. يا عم ده الكلية. يا عم ده البنكرياس. صوت صوت. طب ده البنكرياس عرفناه ماشي. الكبد اهو. ايوه شفت. هنلاقي قولون طويل؟ ماشي. شدوا لاخره؟ ها؟ حاجة طويلة اهي. الصلاة. الصلاة. ها؟ يلا. ماشي ما تحرمش يا كبير. يلا سلام سلام. زي الفل. دي كده بص. ايه ده؟ ما تقدرش تبارك، انا مش شايف حاجه. ايه ده؟ العيال بتوع المدرسه ايه؟ اللي صحاها اللي صحاها. انجز يابا الله يسترها. فهم العمليه المنيانه دي العام بيخرخر من كل حته يا دكتور. صحيح. بص هات بسرعه، هات كلام بسرعه، كلام بسرعه. ابو دي شغلانه يا جدع. بص بسرعه وارمي واقبل اوف. يلا تعرف تخاطر لسه علمك. زي الفل. امسك كده. الله يخرب بيوتك. خد دي امسك. لا مش كده. واحد في الشغل يا اخي. ايدك اليمين. ايوه اللي بتاكل بيه. هي دي. دي ولا دي؟ اللي بتاكل بيها دي. طيب. فكر. ايوه طب ما تيجي كده. تعالى الناحيه. بص ايه ايه طب انا اعملها في يونكا وخلاص. اعمل ايه بقى؟ خربانه خربانه في يونكا زي الفل. الله ينور.
اصل انا لمت يا جدعان. تعالى يا عم صح العيال دي خلصت اخيرا. انجز يا عم. زنج راح فين؟ تعالى اقول لك فين. ده تخديد بتاع شاي. اقول لك ايه؟ خلصت كاندي كراش؟ عديت المستوى؟ فكرك حلو؟ ممكن بس عملية ناجحة ان شاء الله. مش مهم يقول بعد الشروب كده لازم تنجح مادة ولا ايه؟ صح يا عم الله يشكرك. صح. قول الحمد لله بقى. ايه ده؟ قول يا بابا الحمد لله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة يا حاج. الحمد لله. شلته؟ زيادتك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا دكتور. مش من. الحمد لله. في اقل من خمس ثواني. الحمد لله. ألف سلامة يا حاج. سلامة يا حاج. الله يخلي الواوا يصح. لما دست الواوا شلت صار الواوا بح. ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا يصح. لما دست الواوا شلت صار الواوا بح. سمعتوا مع الكلام ده؟ يا دكتور شوف هنا ولا هنا. شوف انت نسيته في بطنه زي المره اللي فاتت. ايه هاريس سويت ايه يا حلو ما شفت حاجة تسر خايف في يوم ألاقيني
دكتور لكن بيدر، عايش في ده الاحلام وما دقش غير المر، لكنه مش رح يقف في وسط الصعاب هيمر، لو يوم تعب واشتكى روحه لحلمه تجر، عارف يوفي رسالته ما يرد دين غير حر.